كنميز الفاشن ديالي الفاشن شو ديالي هو ديجا كنحاول نتبع اون تيماتيك واللي كيميزني سي كون تندير لي كاب ما تنديرش يعني شي حاجه اللي ديجا دارجه ولا دارت كنعرفوا بان كاينين بزاف ديال القفاطن وتبارك الله كيتميزوا كنعرفوا كنشوفوا لي غاب تنشوفوا لي بريت ابورتي مي انا تميزت فريمون فواحد الحاجه اللي باقي ما شايفيناش هي لا كاب ودابا ليفير دونك غتشوفوا لا كاب ديال ليفير انا ما تنخيطش زعما ما غاديش نقول لكم انا تندير كلشي انا تنختار لي ماتيريو تنختار لي ماتيير كنختار الاثواب لي كولور وكنختار حتى لو ديزاين حيت زعما حيت راه لو ديزاين هو فيه كلشي ما بقاتش في يعني نقدروا يكون عندنا نفس الثوب ولكن لو ديزاين يكون مخالف وما تقدرش تطلع الحاجه نفسها دونك جو سوي انفيتي بار ليلى ولي الشرف انني نكون معها اليوم ونشجعها تستاهل الى ان تالون والله يوفقها يا رب جو سوي تري اوروز داتري سي حيت مش حاله دي وانا متبعاها اصلا انا يا كنخدم في لامود دونك جي هاد دو فوار لو ريزولتا لي الشرف انني نقدم ديفيلي دونك فوالا كنقول لها شكرا بور لا كونفيونس ديالها وليلى كيف ما ديما بطبيعه الحال كيف ما عودتنا ديما توجور باتونت اي توجور بريزونت وكنقول لها بون كوراج لا شين يوتيوب